القرآن حفظه تجويده مجلسه عمل مبروك، وأنتم كلكم إن شاء الله موفقون. أكو في الحديث الشريف عن الإمام الصادق يقول يوم القيامة يقال لحفظة القرآن اقرأ آية ورقة درجة، يعني في القرآن على المشهور 6660 آية، درج الجنة هكذا 6660، الأخ حافظ آية الدرجة، الأخ حافظ آيتين الدرجة الثانية، الأخ حافظ آية ثالثة درجة ثالثة، إن شاء الله كلنا نكون هكذا. فالشيء آخر أكو وهو العمل بالقرآن الذي سبب تقدم المسلمين الأولين وفتحوا الدنيا، العمل بآيات القرآن. يعني أية آية في القرآن الحكيم المسلمون عملوا بها فتوسعوا وتقدموا، وإلا في اليوم الأول كان النبي وحده، والثاني علي، والثالث خديجة زوجته، 3 أشخاص. ثم أخذوا يعملون بالقرآن حتى تقدموا هذا التقدم الهائل. الآن في العالم أكو ملياران مسلم، يعني الآن ثلث العالم مسلمون. سبب هذا التوسع هو العمل بالإسلام. أما الآن ماكو عمل بالإسلام، ماكو عمل بالقرآن. الآن أمثل لكم مثال، أنا شخصيا قبل 50 سنة أذكر في العراق الأرض كان لمن عمرها، أكو حديث عن رسول الله الأرض لله ولمن عمرها، يعني أنت تبني حوش على الأرض مباح لك، الأخ يبني حمام على الأرض مباح له، الأخ يبني بستان على الأرض مباح له. هذا في زماني كان، ها يعني مو إسلام البعيد، إسلام إلى زماننا كان. الأموات إلى الآن، الآن في الخليج أبدا ما يأخذ منهم فلوس، الأموات يريد تدفع ميتك في الكويت فلوس ما يحتاج، في الإمارات، في مسقط، في قطر، في دبي، في شارقة، في سعودية ما يأخذون فلوس. لكن الآن صار في العراق ميتك إذا أردت أن تدفنه يحتاج إلى تعطي فلوس، لماذا؟ فالعمل بالقرآن سقط. شيء آخر، أكو حديث ثاني عن رسول الله، الحديث الثاني يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، يعني أخذت معدن الملح ملح إلك، أخذت من البحر أو النهر سمك إلك، أخذ نفط إلك، أخذ من الغابة أشجار إلك، الآن كل صار ممنوع، كل ممنوع. ولهذا الشباب ما يتمكنوا من الزواج لأن ما عنده حوش، الشباب ما يتمكنوا من الزواج لأن ما عنده عمل، فكل شيء صار بإجازة الدولة
هذا قانون غربي جاءوا بهذه القوانين إلى بلادنا ليحطموا الإسلام، وحطموا بالفعل. الآن إسلام مو ذلك الإسلام، الآن أمريكا هي الحاكمة في العالم مو المسلمين، خلص، لأن نحن حطمنا عزنا سعادتنا قرآننا، إحنا يعني المسلمين، ها صلاة نصلي، صوم نصوم، حج نحج، لكن القرآن مو بس صلاة وصوم وحج. الآن الأرض لله راحت، الآن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به راح، خلص. لما لا نعمل بالإسلام قهرا الله تعالى لا يحترمنا. حديثك عن علي في نهج البلاغة، وأنتم أغلبكم مثقفون، علي يقول المسلمون يعرضون عن القرآن فيعرض الله عنهم، يعني الله معرض عنه، هذا هو من يعمل بالقرآن. فلما ترك القرآن ترك احترامنا، يعني ما عنده احترام، خلاص. هذا مو شيء واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا عشرة، أحكام الإسلام كلها طار. أنتم تحفظون القرآن كلش عمل طيب، وإن شاء الله أنتم ونحن نصل في يوم الإعادة إلى القرآن. نفس علي كتاب أكو اسمه الغارات، كتبوه حول علي وكيفية حكومته صلوات الله عليه، هناك مكتوب، اقروا هذا الشيء. شاب يقول ذهبت مع والدي إلى مسجد الكوفة، قال نروح إلى صلاة علي صلوات الله عليه. يقول رحنا إلى مسجد الكوفة، ما كنت شايف أنا علي بن أبي طالب، لأول مرة شفت عليا. علي كان ثوب لابس، هالثوب يهف به الشكل هالشكل. يقول أنا تعجبت، إلو شو يسوي هالشكل علي فوق المنبر قاعد ويخطب ويسوي هالشكل يوم الجمعة. قلت إلو شو هذا؟ سألت من والدي، والدي قال علي وهو أمير المؤمنين وحاكم على 50 دولة، قال علي لا يملك إلا ثوب واحد، وغاسل هالثوب الثوب مبلل ولا هذا يهف به حتى ينشف. هسه حكمنا هالشكل حكم المسلمين، أعرضنا عن الله، اللهم أعرض عنه. هذا هو علي نفسه في نهج البلاغة يقول إن الله لا يخادع، يعني إنسان ما يتمكن يخدع الله، يقول لا إحنا مسلمين لا نصلي ونصوم وكذا، لا لا الله لا يخادع. في نهج البلاغة هذا اقروا. مشكلتنا نحن المسلمين، ونحن الآن ملياران، ولا حول لنا ولا طول أبدا في أي بلد من بلاد. القرآن كان عزنا، أخذنا به فرفعنا، تركنا فسقطنا. الضوء طفي خلاص يسوء ظلام، القرآن مطفي الآن. أنتوا تحفظون القرآن، تعملون بالقرآن، تجويد القرآن، تهتمون، هذا كلش عمل حسن، كلش عمل حسن، وإن شاء الله يشفعنا يوم القيامة نفس القرآن. لكنه لماذا سقطنا؟ لعدم العمل بالقرآن، عمل بالقرآن مو موجود. والمهم أنت ماخذ نسخة الطبيب، تقرأ مهم أو تعمل به مهم، تقرأ لا بأس به، لكن يجب عليك أن تعمل به حتى تشفى من مرضك. وهكذا القرآن، في القرآن الله يقول وشفاء لما في الصدور، شفاء. الشفاء أكو الآن لمك أصل. المسلمون أجوا من مدينة إلى بغداد يريدون فتح فارس، ما أدري قسم منكم يقين رايحين إلى قبر سلمان الفارسي في بغداد، نهر هنا، نهر
عظيم نهر دجلة، وأيام الفيضان كان، فالنهر كلش واسع، قسمكم اللي شايفين تذكرون، المسلمين ماكو جسور، ماكو سفن، هم ماكو عدو، شنو يجون؟ قسم منهم قالوا أنه نرجع للمدينة، قسم قالوا إحنا ما حاربنا بقوتنا وإنما حاربنا بأمر الله، ماذا نصنع؟ وياهم كانوا 10,000 جيش، قالوا نلقي بأنفسنا في النهر ونعبر والله معنا. الفرس كانوا واقفين ذاك الصوب من النهر يباوعون، شو يسوون هذول؟ المسلمون واقفين هالصوب من النهر يفكرون، فرد يوم يومين ما تجرؤوا، بعد ذلك صار بناهم عبور النهر بلا سفينة وبلا جسر، وهم لا يعرفون لأن في المدينة ما كنا حتى يسبحون فيه، لا يعرفون السباحة، فأخذ كل 10-20 بأيدي بعضهم البعض وألقوا أنفسهم في النهر، والنهر فيضان غريب، لكن 10,000 إنسان هالشغل صنعوا. الفرس لما شافوا وهم ذاك الصوب أخذوا يقولون باللغة الفارسية ديوها آمدند، يعني جاءوا الغيلان، راحوا وعبروا وفتحوا المدائن، لأنهم مع الله، لأنه يعتمدون على الله مو مثل إحنا، إحنا نقول قال الله ونقول الله فرشي قال، إحنا فرشين قال. المسلمون في ذلك اليوم كلهم كانوا يقولون قال الله، يعملون بأحكام الله بأحكام القرآن، لهذا الله أنجحهم. الآن الله لا ينجحنا لأن نحن لا نأخذ بكلام الله، هذا هو، هذا قانون وهذا جائز وهذا مو جائز وهذا صحيح وهذا مو صحيح، ولا شيء اللي تعرفه بعد. كل بلاد الإسلام هالشكل صار، نحن اللي نحفظ القرآن نقرأ القرآن، خلي مقابل القرآن لازم مرة ثانية نعمل بالقرآن، يعني القرآن شنو يقول نحن نعمل به، إذا عملنا بالقرآن الله يهدينا يأخذ بأيدينا يرفعنا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نقرأ القرآن، نجود القرآن، نحفظ القرآن، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.